مزيد من المتابعة ينضم إلينا من الناصرة السيد فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك ومرحبا معنا سيد فايز. كيف استفادت ولا زالت تستفيد إسرائيل من أكاذيبها؟ يعني عمليا قبل أن أرد على سؤالك، بالنسبة لبنيامين نتنياهو وكاذب نتنياهو، يعني نتنياهو يمكن أن يدخل الموسوعة جينيس في الكذب، وهذا ليس بجديد. نتنياهو معروف بأنه كذاب بامتياز، وهو طبعا إذا ما أدخل إلى موسوعة جينيس يكون الأكثر كذبا في العالم، إن كان رئيسا للحكومة أو إن كان على المستوى الشخصي. عمليا هذه الأكاذيب التي يطلقها نتنياهو وحكومة نتنياهو بكل ما يتعلق بقطاع غزة، الهدف منها واضح وصريح، هو إعطاء ربما الشرعية للمذابح والهدم والقتل التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. هذه الأكاذيب طبعا هي أثرت على المجتمع الإسرائيلي، وصدق المجتمع الإسرائيلي أكاذيب بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن المجتمع الإسرائيلي يعرف جيدا أن نتنياهو كذاب ومنافق، ونتنياهو على استعداد أن يكرر الكذبة يعني 20 مرة حتى يصدقها هو. يعني وهذا كما أنا وصفت نتنياهو بأنه تلميذ بامتياز لجوبليس وزير الإعلام أو ما يسمى الدعاية في فترة ألمانيا النازية، كان شعاره اكذب اكذب حتى تصدق أنت كذبتك، وهذا هو بنيامين نتنياهو. ما تقوم به الآن إسرائيل في قطاع غزة من عمليات عسكرية هي ليست عمليات عسكرية ولا علاقة لها بالعمل العسكري، وإنما هي عمليات انتقامية من غزة ومن أهالي غزة، لأن 7 أكتوبر بالنسبة لإسرائيل كانت أكثر من كارثة طبعا على المجتمع الإسرائيلي، ولن يخرجوا من هذه الكارثة خلال سنين طويلة. والشيء الذي طبعا الآن هو أن نفس القيادة العسكرية والسياسية والمسؤولة عن عملية 7 أكتوبر وفشل إسرائيل في منعها هي التي تدير هذه الحرب، وتديرها بشكل انتقامي وليس عسكري حتى الآن. يعني هل زال المجتمع الإسرائيلي سيد فايز يصدق على هذه الأكاذيب، خاصة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين من قطاع غزة إلى إسرائيل؟ لا، هذه الكذبة لم تنطبع على المجتمع الإسرائيلي، بالعكس تماما. هم قالوا لنتنياهو أنت تكذب، وأن هناك أنت لا تريد التوصل إلى صفقة. في هذه الحالة يعني نتنياهو كذب على المجتمع الإسرائيلي، وكذب على بايدن، وكذب على المجتمع الدولي عندما وافق، هو الذي طرح المبادرة التي أعلن عنها أوباما بدلا من نتنياهو. لكن نتنياهو عندما جاء رد حماس بأنها موافقة مبدئيا على هذه المبادرة، تراجع نتنياهو، هو فوجئ بأن حماس وافقت عليها، وهو تراجع بحجة محور فيلادلفيا، وأدخل محور فيلادلفيا على هذا الشرط، يعني ووضع خطوط حمراء يعني بعد أن هو طرح هذه المبادرة. يعني نتنياهو في هذه الحالة، يعني المجتمع الإسرائيلي لم يصدق نتنياهو، وقال لنتنياهو أنت تكذب، أنت كذاب، أنت لا تريد هذه الصفقة. هو حاول جاهدا أن يتهم حماس بأنها هي التي ترفض هذا المقترح، لكن العالم كله يعلم جيدا أن نتنياهو هو الكذاب. يعني حتى مع الإدارة الأمريكية نتنياهو يكذب طبعا ليل نهار، ولا أحد يعني في الإدارة الأمريكية يستطيع مواجهة نتنياهو، كذب نتنياهو على الأقل. ولكن يعني ما دام هناك بلينكين
وزيرا للخارجية ومسؤولا عن الدبلوماسية والعلاقات الخارجية الأمريكية، بعتقد أنه أكثر شخص في العالم يدافع عن كذب نتنياهو، لأن بلينكين باعتقادي أنه أيضا كذاب ابن كذابي، لأنه أيضا طيب هو سيد يتبنى فايز، ما مواقف الذي كثيرة من خسرته نتنياهو. إسرائيل داخليا وخارجيا، حتى وإن كانت الولايات المتحدة معها ولا زالت تقوم بدعمها عسكريا وسياسيا؟ ليس دعمها وإنما شريكا لها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، وإعطائها الغطاء الدبلوماسي في العالم خاصة في الأمم المتحدة. عمليا يعني المجتمع الإسرائيلي على قناعة أن نتنياهو كذاب، لكن نتنياهو هو يعني لا يكترث من موقف المجتمع الإسرائيلي ولا من عائلات المحتجزين ولا المظاهرات الشبه يومية داخل المجتمع الإسرائيلي المطالبة بإعادة المحتجزين، حتى وإن كان ذلك على حساب الانسحاب من قطاع غزة. لكن نتنياهو وحكومة نتنياهو لا يريدون الانسحاب من قطاع غزة، والسياسة معنا نتنياهو كذبة أكثر من مرة، قال أنه لا يريد احتلال قطاع غزة، لكنهم اليوم بدأوا عمليا بخطوات عملية ليس للاحتلال وإنما لضم عمليا شمال قطاع غزة إلى إسرائيل. هم الآن سيجبرون سكان شمال قطاع غزة وعددهم أكثر من 300,000 فلسطيني بالنزوح جنوبا خلال أسبوع، طبعا بسبب ما يحدث الآن على الجبهة اللبنانية. إسرائيل ربما جمدت هذه الخطة والتي تسمى خطة الجنرالات، وحسب هذه الخطة فإنه من لا يخرج خلال أسبوع من شمال القطاع طبعا سيجوع حتى الموت. هذا موجود في الخطة التي وضعها جنرالات والجنرال طيب آيلاند في هذه القضية. يعني عمليا إسرائيل تريد، وهناك أكثر من 300 عائلة من اليهود الذين ينتظرون للعودة الاستيطان اليهودي إلى شمال قطاع غزة. يبدو أن الأهداف الإسرائيلية باتت الآن واضحة فيما يخص قطاع غزة، وآلية كذيب إسرائيل ونتنياهو بشأن القطاع.